هاني لاشين نموذج مصر مشرف بمدينة دبي دولة الإمارات العربية، وجهة مصرية للسياحة العربية. أحب أعرف أول هاني لاشين للمشاهد المصري. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا شرفتونا وشرفت دبي. أنا الحقيقة بشتغل في دبي بقالي حوالي 18 سنة، اشتغلت في عدة مجالات، الفنادق، في السياحة، واشتغلت في مصر طبعا، وتعلمت الأساس السياحة في مصر في هيلتون، وبعد كده انتقلت لدبي، اشتغلت في ماريوت انترناشونال هوتيلز، وبعد كده اشتغلت في البراند الجوهرة مع مجموعة لوتا لإدارة الفنادق. الحقيقة أنا شغلت منصب المدير العام لمجموعة الفنادق من حوالي 8 سنين، والحمد لله نزلت في المنصب، وفي وقت ما كنت الحمد لله يعني التحقت بالمجموعة، كنت أعتبر أصغر مدير عام مجموعة فنادق في دبي، وقدرت الحمد لله نبتدي شغل مجموعة الفنادق الجوهرة، ونقدم منتج جديد للسوق، السياحة العائلية، وده كان أول منتج للسياحة العائلية في دبي. لو حبينا نقول هاني لاشين كنموذج سياحي، كيف تستفيد به السياحة المصرية؟ والله طبعا احنا السياحة في مصر يعني مفروض ان احنا عندنا دولة ربنا ادانا اكتر موارد سياحية متنوعة في مصر. الحقيقة دايما بقول ان مصر لو اشتغلت سياحة ما اعتقدش ان في دولة في العالم ممكن تنافس مصر، لان احنا من الشمال لجنوب مصر عندنا ثروات طبيعية مش محتاج انك انت تصرف عليها كتير، محتاج انك انت بس تعمل خدمات جنبها، لكن انت عندك اسوان من عند بحيرة ناصر لغاية سانت كاترين، من درجة حرارة 45 درجة في الصيف لسانت كاترين ماينس، فانت عندك الحمد لله تنوع في المناخ، وعندك تنوع في الثروات، وفكرة انك انت يكون عندك سياحة في مصر، هي اوريدي انت عندك الموارد الصحيه، محتاجه يعني اعاده تنظيم الافكار جديده، تسويق افضل للسياحه. لا تكر طبعا دور وزاره السياحه هي طبعا قايمه بدورها، يعني احنا بنقول السياحه دايما بتبقى سياحه باكج، يعني هي السياحه دي ما تنفعش انك تشتغل سياحه لوحدك، انت لازم تكون في منظومه السياحه اللي داخله فيها الامن اول حاجه طبعا، وشغل الداخليه والجوازات والهجره عشان الناس اللي بتيجي والتصاريح تطلع لهم، الجوازات، المواصلات والنقل، الطيران المدني، المنتج اللي بتقدم، حتى الهوسبيتاليتي باي يعني الشعب نفسه، طريقه الضيافه اللي بيقدمها دي الحمد لله احنا يعني مش محتاجين ان احنا نتعلمها، احنا علمناها للناس الحقيقه. فالسياحة عندنا في مصر إن في مجمل، أنا عارف إن السياحة هنتكلم عن السياحة عموما والسياحة الفترة الأخيرة، طبعا السياحة الفترة الأخيرة ظروفها كلها معروفة، الظروف اللي حاصلة في مصر وبعض عدم الثبات السياسي الفترة الأخيرة طبعا مأثر على عنصر الأمن، وطبعا من أهم عناصر السياحة إن يكون في أمن، لأن السائح اللي جاي محتاج تماما يكون متأكد إن النقطة دي موجودة في البلد. إن شاء الله دوت يرجع بسرعة جدا في مصر، واحنا متأكدين في القادة الموجودة في مصر ان ده هيحصل في اقرب وقت ممكن، وترجع السياحة التانية. وانا بس اللي شايف ان الشيء الوحيد اللي المفروض ان هو يتواجد في مصر التنوع السياحي. احنا اتجهنا اتجاه كبير جدا الفترة الاخيرة في السياحة المصرية لاوروبا، وكان معظم السياح اللي بيجوا من اوروبا ومن روسيا ومن ايطاليا، فاعتقد ان احنا محتاجين ننوع السياحة اكتر الفترة الجاية، ونهتم بالسياحة العربية والسياحة الخليجي في المقام الاول. طبعا السياحة الخليجية من منتجات من المصادر المهمة جدا، ديستنيشن مهمة، سيجمنت مهمة جدا في السياحة، ان انت يكون عندك السائح الخليجي موجود، السائح العربي والسائح الدول الإسلامية بصفة عامة، لأن طبعا احنا شفنا دوت في فترة الأزمة العالمية لما حصلت بوجود تنوع السياحة والاهتمام بالسائح الخليجي، لما ده اللي أدى إلى الحمد لله عدم تأثر السياحة في دبي فترة الأزمة العالمية، لأن دول الخليج كلها كانت بتسافر لدبي وبتيجي، فدوت قدر يعمل رواج سياحي في الدولة. فاحنا انا اتمنى ان 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 في مصر يكون في اهتمام من منطقة الخليج العربي بالساحل الخليجي والساحل العربي والدول الاسلامية بصفة عامة. الحقيقة السائح الخليجي يعني طبعا هي الفكرة كلها ان هي ليه منتج معين، ليه خصوصية، الكالتشر مختلفة، فمحتاجين انك انت تكون فاهم البرودكت اللي هم محتاجينه، ديزاين ذا رايت برودكت ليهم، او تصمم المنتج المناسب ليهم. دوت اللي قدرت دبي تعمله الحقيقة، وكان من افضل الامور اللي عملت مردود جيد في السياحة. السائح الخليجي محتاج
من الحاجات اللي احنا محتاجينها في مصر عشان نقدر نعمل اتراكشن او جذب للسياحه الخليجيه. محتاجين برودكت او منتج زي الشقق الفندقيه على مستوى عالي، لان الشقق الفندقيه بتهتم بعدد غرف كونكتد او متصله مع بعض موجوده في مكان واحد، سيرفيس فندقي، وفي نفس الوقت بتعرف العائلات الخليجيه خصوصيتها دايما او طبعها دايما بيكون عائلات كبيره، عدد الافراد الاسره ما شاء الله بيعدوا 6 أو 7، ده كمان لو كان معاهم بعض المرافقين، فبيحتاجوا مكان الاطفال عشان يكون لهم يكونوا موجودين مع بعض، ليهم الكيتشن بتاعهم، المطبخ ليهم عشان هم ليهم بعض انواع الاكل بيحب يعملوها، او سواء الاكل الاطفال. محتاجين مكان يكون شبه شقه، ممكن شقه سيرفيس فندقي او بخدمات فندقيه. المنتج دوت بيميز جدا دبي، وفي اقبال جامد جدا من دول الخليج على هذا المنتج. اعتقد المنتج ده مفتقده جدا مصر، ومحتاجه انها تهتم بيه وان يبتدي يتسوق له كويس. الحقيقه البديل عن دوت ان نحن بنشوف بعض السياح العرب لما بينزلوا مصر بيأجروا شقق من اشخاص عاديين. ده طبعا بيؤدي لبعض المشاكل، لان مفيش جهه رسميه بتكون هي اللي بتقوم بعمليه الايجار بالرقابه، زائد ان 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 ان, إن كمان انت لو بص على الناشونال انكم، الدخل القومي، انت الدخل القومي هنا لما الضرائب بتفرضها بتاخد ضرائب، بتحصل ضرائب من ايرادات الفنادق، الضرائب دي ترجع مره تانية للدخل القومي. النهارده لما بيكون في حد بصفه شخصيه فرديه هو بيأجر، الدخل ده ما بيدخلش بصفه رسميه ايرادات الحكومه او دائره السياحه او وزاره السياحه في مصر، فبالتالي برضو انت بتخسر جزء من ناشونال انكم. اي نعم هو بيدخل لمواطن مصري وفي الاخر بي 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 بيدخل في السايكل بتاعه الاقتصاد، لكن انت محتاج يكون عندك ايراداتك الخاصه عشان تقدر تعمل موازنات والبادجت بتاعتك لكل قطاع اقتصادي في مصر. زائد طبعا تفاوت السيرفيس، انت هنا بيبقى عندك كنترول، عندك رقابه في الشقق الفندقيه، في الفندق بيبقى عنده ستاندرد، كل الناس ملتزمة داخل المبنى بنفس الـ الرقابة أو بنفس تعليمات الفندق، ده ما بيحصلش في الشقق العادية. فالمنتج ده أنا أعتقد إن إحنا في حاجة ماسة ليه في مصر، وإن فعلا دوت هيكون point of attraction أو نقطة جذب للسائح الخليجي لو تواجدت بمستوى راقي من السيرفيس. وعلى فكرة أنا لما بقول مستوى راقي مش لازم إحنا نركز فقط على الفنادق الخمس نجوم، دي برضو منتج تاني لازم ننتبه ليه في مصر. إحنا في مصر معظم الفنادق خمس نجوم، والفنادق الأربع نجوم في فجوة كبيرة ما بين الفايف ستار والفور ستار، ده اللي ما بتلاحظوش في دبي مثلا على سبيل المثال. في فرق طبعا، لكن الفرق ده مش الفرق الكبير، الفرق ما بيكونش في الجودة، الفرق ممكن يكون في بعض الخدمات اللي بيقدمها الفندق أو السيرفيس اللي بيقدمها. احنا للاسف عندنا في مصر فرق كبير ما بين الفايف ستار والفور ستار، مش لازم كل السياح اللي بيجوا في مصر يكون هو قادر ان يدفع فايف ستار. انا لما اكون عاوز ازود عدد السياح اللي بيجوا مصر فلازم استقطب شرائح جديده، اشتغل على ماركتس جديده، مش لازم فقط اركز على نيش ماركت الفايف ستار، لان ده عدده بيبقى معروف وبيجوا في اوقات معينه في السنه مش طول السنه. لكن لو انت فتحت السوق الشقق الفندقيه هتجتذب سياح عرب وهتعمل العدد، لان انت السايح السولو الاوروبي بيجي واحد او اثنين، الاوضه بتبقى سنجل او دبل، لكن لما بيجيب عائله خليجيه بيجوا 7 8 اشخاص بيزود لك عدد الافراد اللي بيزوروا البلد، رقم واحد تذاكر الطيران، السيرفيس في المطار، الترانسبورتيشن، الاكل اللي بياخدوه في البلد. فانت هنا بتبص للمنتج من ناحيه ثانيه. برضو الفور ستار لما بتجيب التنوع بتبتدي تجيب البادجت، حاجه من الحاجات اللي مش موجوده في مصر، البادجت هوتيل، الفنادق الاقتصاديه زي الفنادق الاكسبرس هوتيلز 2 ستار و 3 ستار. هي الفكره كلها برضو الجوده، دي حاجه لا خلاف عليها، المفروض الفايف زي التو، ما فيش اي خلاف في الجوده. اللي بيختلف في السيرفيس، يعني حجم الغرفه، عدد الاوتلت، عدد المطاعم الموجوده، عدد الموظفين اللي بيشتغلوا، ممكن تدي خدمات اكتر في الفايف ستار، لكن الكلينيك ستاندر او مستوى النظافه ومستوى الجوده لازم يكون ثابت. فاحنا حتى لو عندنا كمان الفنادق التو ستار ده هيبتدي يعمل عندنا جذب لشريحه جديده. انت عندك الفار ايست، تشاينا او ماليزيا او الدول الاسلاميه الموجوده او الغير الاسلاميه في الفار ايست، احيانا بيكون بيسافروا برضو بمجموعة كبيرة وبيكونوا محتاجين فنادق اقتصادية ممكن يكون البادجت بتاعهم كان. في نفس الوقت انا اتمنى ان الافريج جمليتا متوسط سعر الغرف في الفايف ستار يبتدي يطلع اكتر، لان احنا في مصر لازم يكون عندنا الدخل الكبير اللي احنا بنبيع منتج مش موجود في العالم، لازم احنا نتأكد 1000000%، واحنا عارفين ده، احنا كمصريين عندنا منتج ما ينفعش الدفاع لفلوسه يتعمل،
يعني في منتجات كتيرة في العالم ممكن تتعمل بفلوس، تقدر تعمل تاورز بفلوس، تقدر تعمل جزر صناعية بفلوس، لكن الطبيعة وطبيعة الشعب والآثار الموجودة عندك من 7000 سنة دي محدش يقدر يشتريها ولا حق ولا ملهاش تمن، يعني تمنها مش موجود في التداول، حاجة ربنا اديها لك وانت موجود بخصوصية، وربنا يعني ادانا خصوصية معينة في مصر كده. انت عندك اماكن، يعني انت بتمشي في كل اماكن مصر بتلاقي سياحة، بتمشي على النيل، بتمشي في الاماكن القديمه، بتمشي في الاماكن في المحافظات، بتطلع في الاقصر في اسوان في الغردقه في شرم، حتى المحافظات التانية، يعني احنا مركزين فقط على الاقصر واسوان والغردقه وشرم، انا متاكد ان في مصر مليانه اماكن ممكن تتعمل سياحيه، يعني كل مكان في مصر طبيعته سياحيه، انت بتبص على بحرين، انت عندك نيل، عندك بحيره صناعيه، فانت عندك كل المنتجات اللي تقدر تعمل فيها سياحه. الموضوع محتاج بس ان شاء الله يعني الفتره الجايه، وانا متاكد ان القياده في مصر هدفهم الرئيسي الاهتمام بالسياحه، وطبعا سياده الوزير هشام الحقيقه من الناس اللي عاملين مجهود كبير جدا في فتره صعبه قوي، وحقيقه يعني احنا كمصريين احنا بنحييه على المجهود اللي عامله، وانا متاكد ان الظروف ان شاء الله لما تتحسن الفتره الجايه ده هينعكس بصوره ايجابيه جدا على السياحه المصريه. مش عارف اسال حضرتك اقول لك ايه، لانك حضرتك اعتقد اشرت باصابع القصور في كثير من المجلات المصريه، الاثار، السياحه، ده اعتقد ده سوء تخطيط. ده مش هفتحه مع حضرتك كتير قوي، ولكني هتقل لنقطة سريعة وهي نجاح مجموعة الجوهرة في التواجد في السوق الإماراتي أو مدينة دبي بوجه خاص. استعدادهم إيه لفوز دبي وتنظيمها بإكسبو 2020؟ احنا الحمد لله عندنا منتج اشتغلنا عليه، هو المنتج العائلي واللي بيسمى المنتج الفنادق الإسلامية بالمفهوم الصحيح. طبعا فكرة الفنادق الإسلامية، أو احنا أول ناس وريكوردد أول ناس نشتغل في الموضوع ده على مستوى العالم الإسلامي والعالم العربي، العالم بصفة عامة، لأن احنا رانكينج رقم واحد على العالم في المجال ده. كان ليا الشرف إن أنا أكون إحدى المحاضرين في مؤتمر دبي، الاقتصاد الإسلامي، دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي. الحقيقة كان ليا شرف أكون إحدى المحاضرين، واتكلمنا في موضوع السياحة الإسلامية، كانت من ضمن الأمور. الحقيقة المفهوم السياحة الإسلامية هو مفهوم رائع، لكن لازم يتطبق صح. أنت لازم تفهم في الأساس إنك أنت بتعمل سياحة إسلامية، you are managing tourism sector، يعني أنت بتدير، مش بتدير جامع، أنت بتدير مجال سياحي. فنقطة السياحة الإسلامية ليس مقتصرة على المسلمين، دي أهم نقطة الناس اللي بيقوموا بالسياحة الإسلامية لازم يفهموها، إن أنا لما بعمل سياحة إسلامية مش بعمل سياحة للمسلمين فقط، لو عملت كده يبقى أنت فشلت في السياحة الإسلامية، لأن التقاليد أو العادات أو الشرع حتى اللي جاي من عند ربنا ما جاش للمسلمين بس، لأن أي حاجة بتيجي من ربنا بتيجي للدنيا، شو اقرأ القرآن، أي حاجة فيها اللي بيخاطب فيها الحلال أو بيخاطب فيها الشرع بتكلم الناس، ما بتكلمش للمسلمين. فالحقيقة إحنا معرفش ليه دايماً الناس بتفكر إن لما بنقول منتج إسلامي، المنتج ده بيقتصر إن لازم تكون الناس موجودة كلها شكلها إسلامي ولازم تكون هي مسلمين فقط، بالعكس المنتج ده في الاساس طبعا هو بيخاطب المسلمين، لان بيديله خصوصيه مش موجوده في منتجات تانية هو بيحتاجها احنا كمسلمين باي ديفولت، يعني زي مثلا الاكل يكون حلال، ما يكونش فيه بورك مثلا في الاكل، ان يكون مثلا المكان ما فيهوش نايت كلاب او ديسكوتيك او الكحوليك، يكون في مسبح خاص للسيدات لو احتاجوه ان هم يكون موجودين خصوصيه، لان الاساس في الفنادق الاسلاميه الحريه. الحريه معناها هنا مش التقييد باي ذا واي، يعني الناس بتفتكر ان احنا لما بنقول فنادق اسلاميه يعني احنا بنقيد الناس، بالعكس احنا بندي الحريه للناس اللي بتقيدوا. الحريه ان انا لما اكون لابسه حجاب من حقي ان انا استعمل حمام السباحه وامارس رياضه السباحه، فلازم تتواجد ليها مكان مسبح خاص للسيدات. احنا عندنا حاجه جميله قوي ان احنا من ضمن المسابح اللي عندنا مسبح خاص للسيدات بنأجره للاسره الواحده بس فقط في ساعه في اليوم يقدروا ياخدوه، ده لان احيانا بيكون عندك عائلات مثلا امهات محجبات ما بيقدروش ينزلوا حمام السباحه مع الاطفال مع الزوج، المكان ده مش هينفع يعملوا دوت الا لو كان عندهم برايفت بول عندهم في الفيلا بتاعتهم، اذروايز
مش هيقدروا يتجمعوا كلهم في مكان واحد الا طبعا مايو شرعي وحاجات يعني. بس خلينا نتكلم في العادي، ان احنا مش عاوز البس مايو شرعي وعاوز انزل مع جوزي واولادي واستمتع بحمام السباحه، دي من حريتي مش تقييد ليا. بالعكس احنا قدرنا نعمل المنتج دوت، ونقدر ندي العائلات اللي هي حابه تاخد المنتج ده ساعه لوحدها، ويكون بقى عندنا احدى موظفات الفندق اللي هي اللايف جارد قاعده معاهم عشان لو حصل حاجه في حمام السباحه تبقى واخده بالها من الاطفال، والمكان بيبقى مقفول ليهم كامله. فانا بقول المنتج السياحي الاسلامي هو ما بيتعارضش مع المنتجات الغير اسلاميه، بالعكس هو بيدي حريه المقيده في الفنادق الاخرى للمسلمين، مش بنقيد حريه الغير مسلمين. هي دي بس النقطه اللي الناس فاهمها كويس قوي، لان الناس للاسف فهمت لما نقول سياحه اسلاميه يعني احنا هنمنع الغير مسلمين، يعني احنا لازم نبقى الفندق اوكي. الامور كلها موجوده في الدنيا، انت لازم ازاي توظف الامور. يعني انا ممكن اعمل مطعم وفي نفس الوقت المطعم ده يكون فيه غرفه لعائلات اللي لابسه نقاب اللي بتتضايق جدا لما تيجي تاكل في المكان قدام الناس، ترفع كل شويه عشان تاكل. طبعا دي حاجه مش اوكي، احنا مش هندخل بقى النقاب ده حلال ولا شرع، ولا احنا بنتكلم ان دي خصوصيه ليك انت محتاج تعمل ده. فانت لما بتواجد المنتج دوت للناس اكيد انا لو واحده منطقه هكون مبسوطه، واكيد انا واحده مش منطقه مش هكون متضايقه، لان حتى المنطقه هكون قاعده في مكان لوحدها مش قاعده اتفرج عليها وهي بتاكل. فاقصد ان نفس الوقت احنا شايفين ان هي الامور الفنادق العائليه واللي هي مسمى بالاقتصاد الاسلامي او السياحه الاسلاميه، احنا جذبنا 60% من النزلاء. ويمكن حضرتك خدت في فندق تور مثلا شفت ان القاعدين في اللوبي 60% منهم مش عرب، 60% مش مسلمين. فمعنى كده ان احنا عندنا السياحه مش مركزه على الاجانب، على السياحه الاسلاميه فقط، السياحه الاسلاميه للمسلمين وغير المسلمين، بس تتعمل صح وتعرف ازاي الكودز بتاعتها، وتعرف انك انت تمانج سياحه مش بتدير ما تخرجش عن السياحه. السياحه ليها خصوصيه معينه، الهوسبيتاليتي الضيافه، هي في اساسها اسمها الضيافه. ازاي تعمل ضيافه؟ الضيافه هنا مش مقتصر انك تضيف المسلم، بالعكس انت من واجبك كمسلم انك تكون عندك كرم ضيافه لغير المسلمين، هو ده اللي هيخلي الغير مسلمين يشوفوا السياحه الاسلاميه صح. اخيرا واخر سؤال، امنيات هاني لاشين اولا للسياحه المصريه والمصر عامه المستقبل. والله شوف امنياتي لمصر زي اي مصري عايش جواها او براها، طبعا نشوف مصر دايما احسن بلد في الدنيا، ولكن هي مش امنيات على ما هي ثقه ان احنا عندنا من الموارد، محتاجه بس شويه فيجن ومحتاجه تخطيط سليم. والمره الثانيه احنا عندنا قاده كبار في مصر وناس مفكرين وناس يعني علموا العالم اساسا، فمحتاجين بس ان شاء الله الفتره الجايه الشعب بس تكاتف حوالين السياحه كمان بالذات، لان السياحه دي محتاجه الشعب، هي منظومه شعب على فكره. يعني حتى يعني سواء تاكسي اللي بيسوق العربيه في مصر لازم يكون فاهم يعني ايه ارشاد، لازم يكون هو اول مرشد سياحه ليك في مصر، لانك انت اول واحد هتقابله في مصر هيكون سواء التاكسي. وبرضه من النقاط اللي لازم نهتم بيها شويه اللغه الانجليش، يعني على الاقل حتى يعني يكونوا شويه سواقين تاكسي مدربين شويه في اللغه الانجليزيه، مش لازم يكون بيرفكت يعني، بس على الاقل انه يقدر يتكلم مع السائح يديله معلومات عن مصر، لان ده اول امبريشن الناس بتاخده عن مصر. فاحنا عندنا حاجات كتيره قوي، عندنا شعب جميل جدا احلى شعب في الدنيا، عندنا كوزينز، عندنا تنوع سياحه اسلاميه، عندنا اثار اسلامي اثار فرعوني، فعصور كتيره. ما عندناش حاجه غير ان احنا بس ان شاء الله نحط فيجن كل الناس تمشي عليها، وباذن الله هنشوف دايما مصر زي ما كانت ودايما وان شاء الله الافضل دايما. شكرا هلا شيخ.